متتبعي قناة فاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج كازا سيتي. اليوم غادي نناقشوا مشكلة النظافة في مدينة الدار البيضاء. منذ 2019 والدار البيضاء تعيش النسخة الثالثة من تجربة التدبير المفروض لقطاع النظافة، التجربة اللي خصت لها في إغلاق الدار البيضاء في ركام كبير من الأسبان، الأمر الذي أثار سياء الجامعة الترابية للتدبير المفروض. سي حميد مرحبا بك. مرحبا بكم في قناة انفاس بريس، وكنشكركم على هذه الدعوة هذه ولتسليط الضوء على مرفق حيوي مهم، على اعتبار ان قطاع النظافة هو مرفق يهم الساكنة البيضاوية، يهمنا جميعا في مدينة الدار البيضاء. بداية سي حميد، شنو الاسباب اللي تتخلي عمال النظافة يشهرون في كل يعني سنة اضرابين او ثلاث اضرابات في هذا القطاع هذا؟ اولا الجواب على هذا السؤال، لابد من استحضار الماضي والوقوف عند الحاضر لاستشراف المستقبل. حنا دائما في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كنا كناديو وكنا كننبهوا المجلس الجماعي على ان التدبير ديال هذا القطاع راه ما يمكنش ليه ينجح الا ما كانتش وقفة حقيقية حول الوضعية الاجتماعية والمادية ديال الشغيلة ديال القطاع، على اعتبار ان عمال النظافة هما ركيزة اساسية في المنظومة. الى بغينا نرجعوا شوية للوراء، هنا غنستحضر المجلس السابق، الصفقة السابقة ديال اللي انتهت في 2014، في مارس 2014 كنا تقدمنا 100 مطلب كعمال، خدينا عليه معارك، خدينا عليه اضرابات، مواقف الى اخره. كانت تسوى الملف كنظن في سبتمبر في شهر 9 ديال 2014، كان دار واحد الاتفاق اللي كان جمع نقابتين اللي كانوا انذاك في مدينه الدار البيضاء. هذا الاتفاق اللي ماشي كان في مستوى الطموحات ديالنا، ولكن على الاقل وحد الاجور على مستوى الاجور المكتسبات على مستوى مدينه الدار البيضاء، استفدوا منه بعض الجهات، ولكن كاين بعض العمالات الا قلنا العمال ديال العماله ديال عين الشوق، لساس فاس، باتا، بنمسيك، سيدي عثمان، اللي كانوا كيشتغلوا مع الشركه السابقه اللي هي سي جي دي، ما ربما في هذاك المحضر في هذاك البروتوكول ما كانش عندهم شي استفاده، يلاه واحد 10% ولا، بينما لان كانت الاجور ديالهم ديال بيزورنو ديال سي جي دي ما كانت مرتفعه في الدار البيضاء، بينما العمال ديال باقي المقاطعات الاخرين اللي كانوا كانت كتدبرهم شركه تيكميد وشركه سيطا كانت عندهم استفاده وصلت تقريبا 600 درهم او 500 درهم للسائقين والعمال ايضا. اذا ولكن الربح اللي ربحناه في هذيك المرحله هو ان الاجور على مستوى مدينه الدار البيضاء توحدات على مستوى الدار البيضاء، ولاو العمال كلهم عندهم نفس الاجور في نفس في جميع المقاطعات. اش وقع دابا يعني من 2014؟ هاد البروتوكول اللي توقع من بعد واحد السنه بدات عاوتاني الملفات المطلبيه بدات، يعني هذاك البروتوكول ما خلقش لنا واحد السلم اجتماعي طويل المده. يعني من بعد سنه تقريبا جات المطالب ديال الزياده في عيد الاضحى، في المنحه ديال عيد الاضحى جات مطالب اخرى اللي عرفات ايضا معارك. من بعد تغيير المجلس جاء مجلس اخر، وقعت مشاكل في الصفقه، وقعت الريزيلياسيون يعني فسخ العقده مع الشركتين السابقتين اللي هما سيطا وافير دا كازا. جات واحد المرحله انتقاليه، الاليات عرفات واحد التدمر كبير، كاين بعض المناطق اللي فيها 10 ديال الشاحنات ولينا كنخدموا بوحده ولا جوج، يعني وقعت مشاكل كثيره، اضافه لهذا المشاكل ديال المطرح ديال النفايات اللي كان الداخل ليهم مفقود والخارج منه مولود، يعني كان مطرح كارثي بجميع المواصفات. امام هذا الوضع حنا عندنا مطالب، كاينه اكراهات، شركات ما كاينينش، كاين 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 مرحله انتقاليه. سنتين ديال المرحله الانتقاليه للعمال اداو فيها، ضحاو بالنفيس والغالي، العمال اداو واحد الدور كبير وكبير بزاف، ساهموا بواحد الشكل كبير في ظل هذيك الظروف اللي كاينه، ما كاينش الماتيريال، ما كايناش الظروف ديال العمل، ولينا كنجمعوا لي بوان ديال، ولات عندنا دي بوان دو غروبمون في الدار البيضاء، فين ما مشيتي في الدار البيضاء عندك واحد التجمع ديال النفايات. واخا السي حميد باش ما نطولوش في المقدمه، جات النسخه الثالثه، هادشي كله تهضر عليه، افرز لنا واحد النسخه الثالثه للتدبير المفروض، النسخه اللي كانت يعول على العمال البيضاويين بان غتكون واحد القفزه نوعيه على مستوى قطاع النظافه في الدار البيضاء. تيتفاجئوا بان الاضرابات باقا كاينه وبان المشكل راه باقي قائم، اشنو السبب بالضبط؟ النسخه الثالثه اللي جات
استبشرنا جميعا خيرا وتعطاتنا وعود. وفي اجتماعات رسمية تحت إشراف السلطة المحلية وحضور الممثلين ديال مجلس المدينة تعطاتنا وعود على أن هذه الصفقة ارتفعت القيمة المالية ديالها. كاين واحد البند في دفتر التحملات اللي كينص على تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية ديال العمال. ما كاينش أرقام واضحة، ولكن هذاك البند كيلزم الشركات أنهم خصهم يوضعوا في بالهم راه كاين تحسين الوضعية الاجتماعية ديال العمال. وتعطاتنا وعود على أساس أنه غادي نمشيو ونناقشوا مع الشركات بجوج ونفتحوا المفاوضات. وداك الشيء اللي توصلنا ليه غتكون المباركة ديال المجلس. حنا في لا سي دي تي وفي النقابة الوطنية للجامعة الترابية حيت هاد الحقائق خص يعرفها المتتبعين والمشاهدين. في الانتخابات ديال 2015 كنا النقابة الوحيدة الأكثر تمثيلية لا في أربعة العمالات اللي كانت كتدبرهم سيطة وأن كتدبرهم شركة أربا، ولا في أربعة العمالات اللي كانت كتدبرهم أفيردا كازا واليوم أفيردا أنفيرونمو. أفيردا أنفيرونمو كان عندها توجه آخر، كتقول لك أودي لك غادي نعاود نرجع ونعيش داك الشيء اللي عشتو في 2014. إلا كنا غادي نعطيو مبالغ مالية ونقادرو ديال الاجتماعية خص تكون اتفاقية جماعية، وهي من الناحية القانونية الضامن الحقيقي للاستقرار الاجتماعي قانونيا والاتفاقية الجماعية. مشينا مع أفيردا في هذا الاتجاه. شركة أرما كان العكس، كان الباب مفتوح، يعني ما كانش عندنا مشاكل مع شركة أرما. أكثر من ذلك أن واحد 20 ديال العمال اللي كانت مطرودة في الصفقة اللي فات رجعت وقسمهم على جوج شركات. الباترون رحب بينا واستقبل هذوك الناس ورجعوا لخدمتهم إلى آخره. ولكن من بعد ما جبدنا الملف المطلبي الأبواب تقفلات. الجواب اللي كان ديال شركة أرما هو تصفية العمل النقابي الكونفدرالي داخل الشركة ديالو، ما بقاش جواب، ولا اللي ذكر اسم لا سي دي تي اللي ذكر اسم الكونفدرالية كتم التصفية ديالو. واش هاد الشيء حنا واحد الوقيته استغربنا، كنقول واش هاد الشيء ديالو بوحدو ولا كاين جهات اللي هي مساهمة في هاد الشيء ومزكية على هاد الشيء؟ يعني واحد العملية قيصرية ديال تصفيات كل ما كيجبد على فمو الكونفدرالية. التنقيلات التعسفية، واحد المجموعة التجأنا للقانون بحكم أننا نقابة وخصنا ندبروا أمور قانونية، التجأنا للقانون. كاين نزاع شغل جماعي اللي تدبر على مستوى المحلي في إطار لجنة في إطار المندوبية ديال التشغيل، من بعد انتقل للجنة الإقليمية على مستوى عمالة أنفا وما تحلش المشكل ومشينا للجنة الوطنية في المديرية العامة ديال وزارة التشغيل. تم توقع واحد المحضر على اساس انه غادي تفتح نقاش وغادي يدار ويدار الى اخره. صادف هذه المرحله ديال الانتخاب ديال الانتخابات ديال منديب الاجره. هذا الاضراب اللي داز مؤخرا ما غاديش نخفي عليكم كانت فيه مزايدات. انا شفنا تبعنا رئيس اللجنه ديال قطاع النظافه اللي ذكرها وما غاديش نختلف معاه، وكاينه فعلا كاينه مزايدات انتخابيه. حنا كنا بعيدين لان الاضراب راه ما دخلناش فيه في الاول. كنا كننتظروا نشوفوا الامور فين غتوصل. كنتفاجئوا في الاخر بان راه ما كايناش الاجور وراه كاين مشكل ما بين الجماعه وما بين الشركات. غير باش ما ننساش الموضوع ديال ملي وصلنا مع افيردا لاتفاق نهائي، يعني ريحنا ذكرنا في الملف المطلبي وصلنا لواحد الاتفاق نهائي. الشركه ديال ارما سدت الباب. ملي مشينا لعند المجلس عنده راي اخر، كيقول لك اودي ما يمكنش يكون اتفاق في شركه افيردا وما يكونش اتفاق في شركه ارما، خاص يكون اتفاق موحد. ولكن حنا كعمال شنو الدرب ديالنا؟ هذا مسؤولي ديال المجلس هو اللي كان يشوف كيفاش يحل هذا المشكل. حنا كعمال مثلا في شركه افيردا وصلنا لاتفاق، كاين الزيادات اللي كطرح ما بين 300-350 حتى 600 درهم ما استافدوش منها العمال منذ انطلاق الصفقه، يعني تقريبا سنتين. تساؤل اليوم اللي مطروح، هاد الفلوس شكون اللي كيديها بعدا اصلا؟ هل العمال ما استافدوش؟ هل الشركات ما عطاوش؟ هل المجلس كيتفرج؟ حنا المسؤوليه اللي تنحملوا المجلس خرجت بعض الاقوال هذه الايامات كيقول لك المجلس ما خلاش المجلس. حنا المسؤوليه اللي كنحملوا المجلس المسؤوليه السياسيه. السيد رئيس العمده خصو يتحمل مسؤوليته السياسيه في المشاكل ديال القطاع. ايوا البارح حنا اليوم عندنا الخلاص ما تخلصناش، كتقولوا المجلس ما عندوش عقده مع الشركات، صحيح؟ المجلس ما عندوش عقده مع العمال، صحيح؟ ما كاينش ما يربطونا بالجماعه. حنا عمال ديال الشركات، عندنا عقود مع هاد الشركات، كيمشي هما كيجي وحدين اخرين. ولكن كاينه المسؤوليه السياسيه ديال المجلس. الا ما كانتش المسؤوليه السياسيه بمعنى هذاك الملف اللي تفاوضنا فيه مع افيردا بالامس كان خصو يتوقع، ما كانش يدخل المجلس.
ما كانش يعطي ملاحظات ديالو. اليوم اللي ما كاينش الخلاص تقول لا حق ما عندناش حنا مسؤوليه، هذا ما هذا مرفوض. المجلس الجماعي اباء او كارهه هو يسير ويدبر هذا القطاع ديال النظافه، هو اللي يتعاقد مع الشركات، هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال المشاكل. انتوا في هذه المعارك الاداريه ديالكم واش عندكم اتصالات مع المجلس هذا؟ للاسف باستثناء رئيس اللجنه اللي كما قلت راه قلناها من قبل وكنقولوها كان واش رئيس المفوض له ولا رئيس اللجنه تاع لا رئيس اللجنه ديال النظافه سي محمد حداد رئيس المفوض له هذاك نائب العمده نائب العمده هو مفوض له قطاع النظافه قطاع النظافه ولكن ماشي هو الامير بالصرف ماشي هو العمده ديال المجلس ماشي هو المسؤول السياسي على المشاكل اللي كترتب على التدبير ديال القطاع. كنعرفوا العمده الرئيس ديال المجلس، حنا صيفطنا مراسلات اكثر من مراسله صيفطناها ما كيستقبلناش وما عمرو تسجل عليه انه استقبل النقابات، ماشي غير حنا ما كيستقبلش النقابات ما كيريحش معاهم. هو يقول لك انا مفوض هذا القطاع لواحد السيد هو خو تحمل المسؤوليه ولكن راه رئيس اللجنه ماشي هو الامير بالصرف. رئيس اللجنه هذه العقود هذه العقود اللي هما توقعوا مع الشركات، واش وقعهم العمده بصفته رئيس المجلس ولا وقعهم حدادي رئيس اللجنه؟ راه العمده هو اللي وقع العقود مع الشركات، العمده هو اللي كيسيني المبالغ الماليه، راه هو اللي كيسيني الميزانيه، ما كيسينيهاش رئيس اللجنه. رئيس اللجنه هو نائب العمده يدبر مع المكتب ديال المجلس تحت اشراف الرئيس كيدبر هذا المرفق. الا كان شي اجتهاد، حنا رئيس اللجنه السي محمد حدادي راه تنعرفوه صديق ديالنا، فاجتهاد شخصي تعاون معنا في هذوك العمال 20 اللي كانوا مطرودين وتحمل معنا المسؤوليه وجرى معنا كان شي مشاكل. ولكن حنا كنهضروا كنقولوا المسؤوليه السياسيه، راه ما تنقولوش الشركه ما دارتش ولا هذه القضيه كانت دار بهذه الطريقه وما دارتش بهذه الطريقه، كنقولوا المسؤوليه السياسيه كيتحملها المجلس. وملي كنقولوا المجلس عنده رئيس، مجلس المدينه راه عنده عمده، اذا راه مباشره كنخاطبوا العمده كنخاطبوا الرئيس، هو كيدبر اغلبيته وكيدبر مجلسه بطريقته، هذاك الشيء الشان الداخلي ديال المجلس ما كندخلوش فيه، ولكن المسؤوليه السياسيه يتحملها المجلس في المشاكل ديال القطاع، خصو يحل المشاكل. بصفتك يعني انت واحد من المتتبعين لهذا الفيلم وفاعل من فاعل نقابي في هذا القطاع هذا، اشنو هي الحوايج اللي مخلي الدار البيضاء دائما تعيش هذه الازمه تاع النظافه؟ هو الازمه. شوف العمال راه عنده واش كاين في الاليات واش كاين في المعمال واش كاين في لا شوف كاين فرق باش نكونوا واضحين واش في العقليات لا شوف الفرق ما بين السابق واليوم كاين فرق باش نكونوا واضحين ما نقاروش اسوأ السيئ بالاسوأ حنا تنطبقوا ما نكونوش عدميين او لا نكرو كاين واحد الفرق حيت 26 مليار ماشي 100 مليار اي ارتفعت الميزانيه بدات كما قلتي ب 26 مليار في 2004 وصلت اليوم ل 100 مليار طبيعي ان خصو يكون تغيير الا ما كانش تغيير بمعنى ان كاين هضر ديال المال العام بان كاين لا كاين تغيير ديال النظافه المواطن غير لمسها كاينه بعض المشاكل كاين مشكل كبير اللي القليل ما كينتبهش ليه راه المطرح ديال النفايات ما حد هذاك المطرح حنا كنعرفوا الاشكاليه ديال المطرح راه متداخل ما بين واحد المجموعه ديال الجماعات المطرح ديال النفايات نعطيك مثال بسيط انا سائق انا شيفور تنخرج تندير جفاياجات ملي كنطلع للمطرح كنبقى نتسنى واحد ساعه د المكانه ساعتين د المكانه كاين في بعض الاحيان اللي كنتسنى 4 السوايع حتى 5 السوايع باش نفرغ اذا هذوك الجفاياجات اللي غادي ندير ما بقاوش غيكونوا كاملين هل الاولى غيكون فياج ولا فياج ونص يعني حموله وحده ولا حموله ونص وإلا درت جوج بمعنى تزاد في ساعات العمل وفي العوض اللي غادي نخدم 7 السوايع ولا 8 السوايع ديال العمل غادي نخدم 12 ساعة وملي غنخدم 12 ساعة اليوم غنوصل منهك لدارنا الغد اللي غادي نجي يعني المردودية غادي تنقص كاين مشكل ديال المطرح اللي كينعكس على الجمع ديال النفايات على مستوى الدار البيضاء بدون حل المشكل ديال المطرح غادي تبقى هذه المشاكل كثر هذه المشاكل الجزئية كتبدا تكبر شوية بشوية من بعد كتطور كاين مشكل اخر واللي ربما في بعض العمالات نسبيا ما تيبانش بزاف ولكن في بعض العمالات كيبان هو المشكل ديال النفايات الهامده هذيك الكرافه النفايات الهامده اللي باقي الان ما توضحش ليها حل هنا كنبغيو نشكروا المجلس الجماعي لان فعلا هذيك النفايات الهامده كانت
كتحسب ديشي نيتوايوم. تقصد هذيك بقايا المواد البناء، هذيك 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 البقايا ديال المواد البناء اللي هي نتيجه ديال هذوك المقاولين اللي لا يعقل ان الساكنه ولا المواطن البيضاوي يخلص من الضرائب ديالو على مقاول اللي تيبني مشروع بالمعايير. هذه من النقط الايجابيه في هذه الدفتر. من النقط الايجابيه اللي ولكن خصني تدار ليها حل. كاين اجتهاد، انا ما نخفيش كاين اجتهاد. حنا بالنسبه لنا كعمال ديال شركه افيردا كاين واحد الاجتهاد، يعني هذوك جوج ديال الخنشات ثلاثه اربعه ديال الاكياس البلاستيكيه اللي كتكون كنحاولوا باش لان ملي كتخلي اليوم ثلاثه غدا ثلاثه بعد غدا اربعه كيولي جبل. حنا كنحاولوا ما امكن، ولا رديتي شفتي المناطق اللي كتدبرهم شركه افيردا ما كتلقاش في لي روفيش في الشوارع ما كتلقاش هذه المساله. هذه خاص كاين واحد الاجتهاد من طرف المقاطعات اللي خصو يتطور اكثر ريتما، لان ضروري خص المجلس يلقى حل لهاد النفايات الهامده باش تعاود تعطي واحد الجماليه، لان هذيك النفايات الهامده كتسيء بعض الشيء للنظافه ديال المدينه، تعطي جماليه اخرى. كاين اشياء اللي خصها تطور. حنا المجلس الجماعي الحالي ملي كانت في الاعداد دفاتر التحملات فعلا استدعونا، ولكن استدعاء محتشم اللي كان فيه لقاء واحد ما ذكرناش فيه بما يكفي، ما عطيناش فيه مقترحات بما يكفي. كان خصو يكون النقاش موسع. هو مشكورا لان ما كانش الصفقات اللي من قبل كان كيتسدعوا في الفرقاء الاجتماعيين لا النقابات ولا الجمعيات. هذه بادره دات في هذه الصفقه الجايه، نتمناو على انها تطور وتعطي وتوسع اولا النقاش، وتكون واحد المده كافيه اللي ممكن نعطيو فيها باعتبارنا اننا حنا كنشتغلوا في الميدان، تنعرفوا الخبايا ديالو، عندنا ما يفيد. هضرتي على المطرح، كاين واحد الفكره اللي كانت روجت لهذه مؤخرا، هي احداث مجموعه من المطارع على مستوى الدار البيضاء عوضا الاعتماد على مطرح عمومي واحد في مدينه اللي توسعت بواحد الشكل كبير. هو هذه الفكره كانت كنا سمعناها في 2014 ملي كان الاعداد ديال الصفقه ديال 2014، ماشي مطرح مجموعه من المطارع، كان اقتراح ديال نقاط التجميع بوان دو غروب، يكون نقاط التجميع راه كاين اليوم في كيتاج، ولكن ديال 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 ديشيفير ديال ماشي ديال النفايات الربيعيه، ماشي ديال النفايات المنزليه. ولكن كان اقتراح على اساس ان في 2014 تقسمت الدار البيضاء اربعه ديال المناطق، واش كان مشكل ديال العقار مشكل مهم. كان اقتراح لان هذوك اربعه ديال المناطق كل منطقه يكون عندها نقطه تجميع، وهذه نقطه تجميع تجربه اليوم كاينه في مدينه طنجه. طنجه لا ديشارج بعيده تقريبا بواحد 25 كيلومتر ولا 30، كاينه نقطة تجميع داخل مدينة طنجة. هاد نقطة التجميع كون دارت في الدار البيضاء شنو غنربحو؟ غنربحو أولا الوقت، في العوض اللي غيكونوا ثلاثة ديال الحمولات جوج ديال الحمولات للشاحنة ولا وحدة غيوليو ثلاثة أربعة، يعني والنفايات غتجمع في أسرع وقت، لأن عندك نقطة ديال التجميع فين في عين المكان. في العوض اللي غيطلعوا لنا 100 ولا 140 شاحنة لا ديشارج غادي يوليو غير الرموك هو اللي تيجي غادي يجمع بالاطنان، ماشي بحال كتلعب 7 طون كتطلع ب 40 طون ب 45 طون. اذا هذاك الغازوال اللي غيشيط هنا هذا خصو دراسه، عميقه، لان كاين فيه، لان الناس اللي كانوا جاوا داكور في 2014 عطاو واحد ما تذكرتش بزاف، ولكن عطاو واحد المبلغ مالي من هالطريقه اللي غادي يربحوا المجلس من هالطريقه الا كانوا نقاط جميع داخل الدار البيضاء. ولكن نقاط التجميع خصها تكون بمواصفات عالميه، لانك تعرف الا كانت كاين عندنا دابا نقطه التجميع في درب غلف اللي السكان كيتشكاو منها ولا يعني نقطه التجميع اللي تكون خصها تكون بمواصفات عالميه، اللي ما تخلقوش عاوتاني مزابيل جديده، ما تخلقوش مطرح ديال مطرح عشوائي داخل المدينه، خصو يكون مطرح. قمنا بزياره ديال نقطه التجميع ديال مدينه طنجه، كانت رائعه في المستوى وغتعطي نتائج ديالها على مستوى جمع النفايات في المدينه. نتمناو ان المجلس الجماعي ديالنا في مدينه الدار البيضاء انه يفكر مستقبلا في الطريق. نرجعوا قضيه الاضرابات، واش فاش تبغوا تاخذوا شي اضراب واش كاين شي تنسيق نقابي بينكم وبين النقابات الاخرى؟ ولا ان كل نقابه تلغي بالغاء؟ للاسف حنا اولا حنا في لا سي دي تي كندافعوا على الحريه النقابيه، كندافعوا على التعدد ديال اللي كاين في الدستور ديالنا، ولكن نرفض التعدد ديال المصطنعات، التعدد ديال المفبركه، لانها ما كتخدمش المصالح ديال العمال. حنا اللي بغى يخدم المصالح ديال العمال واللي عنده غيره على العمال وعنده مشروع، كيهم الطبقه العامله يدنا مدوده ليه. هاد الصفقه اللي كاينه الان حنا الوحيدين
اللي هي انا ملف مطلبي احنا الوحيدين اللي تفاوضنا مع الشركه. الا كان شي نقابه كان احنا راه جسم واحد، العمل النقابي راه جسم واحد، راه كلنا عندنا هم واحد اللي هو المصلحه ديال العمال. احنا كلنا كنمارسوا العمل النقابي من اجل المصلحه ديالنا كعمال، من اجل تحسين الوضعيه الاجتماعيه والماديه ديالنا، من اجل الحفاظ على الحقوق ديالنا والحقوق المكتسبه. اذا كانت شي نقابه اللي غادا في هذا الاتجاه مرحبا بها، احنا يدنا ممدوده لاي واحد، نسقوا مع اي واحد، ما عندناش مشكل. ولكن كما قلت لك كنرفضوا النقابات المصطنعه المفبركه اللي عندها اجندات راه معروفه. وهذا الاضراب المؤخر احنا شفناه كيفاش دارت الامور. حنا ما كان خدموا اجندة ديال حتى شي حد، حنا ما ضد حتى حد، ما عندنا اجندة ديال المجلس، ما عندنا اجندة ديال احزاب سياسيه، ما عندنا اجندة ديال باترور، ما عندنا اجندة ديال حتى واحد. حنا الاجندة الوحيده اللي عندنا هي الاجندة ديال العمال، الوقت اللي نتمسوا في رزقنا، الوقت اللي نتمسوا في حقوقنا، لا نخشى في ذلك لومة لائم. واي واحد نتواجهوا معاه واي واحد ناخذوا معاه المعارك فإلا كانت مسات الحقوق ديال العمال. عندك شي اضافه؟ تفضل. الاضافه الوحيده اللي عندي هو هذا المشكل ديال النظافه. كنا طرحنا نقطه على المجلس، وهذه ماشي غير المجلس ديال الدار البيضاء، نبغيها توصل للمجالس على المستوى المجالس الترابيه على المستوى الوطني. هاد المشاكل ديال العمال ديال النظافه كلها اللي تنعيشوها اليوم، حنا عندنا في القانون كاين واحد الظاهر شريف رقم 1615 صادر في 14 فبراير 2006. هذا قانون اللي هو بقى في الرفوف 15 سنه، خصو يخرج للوجود. بهذا القانون خرج بظاهر لتنفيذ القانون 54/05 اللي تنعرفوه، هو القانون المتعلق بتدبير المرافق العموميه. قانون تدبير المرافق العموميه فيه واحد الماده 30 كتقول بالحرف على المفوض اليه ان يقدم للمفوض، يعني الشركه خصها تعطي للجماعه للمفوض او لاي جهه مفوضه اخرى، واحد القانون اساسي. هذاك القانون الاساسي يحدد بشكل خاص شروط التوظيف، يعني الادماج ديال العمال، ما تبقاش الريع. كنعرفوا واحد المجموعه ديال رؤساء الجماعات تيخدموا هذا القطاع ريعي، يخدم عائلته ويخدم الناس المنتسبين اليه. اذا غيولي قانون، هذا القانون غادي يمنع هذه القضيه، وغيولي التوظيف عنده شروط. دفع الاجره، ملي نقولوا دفع الاجره كاين التاريخ ديالها في دفع ديالها، ما غنبقاوش نعيشوا هذه المشاكل. الا كانت المجالس كتقلب ان هذوك الشركات ما يبقاوش يديروا العمال حيت قصير ويديروهم هما طعم او لا هما مصيده باش غادي ياخذ فلوسهم من عند الجماعه ولا غيصفي حسابهم على الجماعه، هذا القانون تيعفي الجماعات من هذا الشيء. كتولي الشركه خدات المارشي وعندها الاجال ديال تاديه الاجور، تحديد القانون الاساسي. وايضا سير الحياه المهنيه لمستخدمي التدبير المفوض، بمعنى غيولي عندنا قانون ما بقاتش عندك مدونه الشغل، غيولي على شكل النظام الاساسي اللي كاين عند الموظفين العموميين. هذا القانون خصو يخرج للوجود، هو اللي غادي يخلق، اللي غادي يحدث التخليق الحياه المهنيه، هو اللي غادي يحافظ الاجراء على الحقوق ديالهم، وايضا المشغل على الحقوق ديالو، غادي يكونوا في واحد الاطار اللي هو معقول، واللي غادي يحمل الجماعه المسؤوليه، لان خص الشركات يطبقوه باعتبار انه قانون متضمن لدفتر التحملات. شكرا سي حميد، شكرا على قبول الدعوه. متتبعي قناه فاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.